أنا البارحة سنويتي إلى 2022 تعتنتي رحت على المرور يريد مني 600,000 دينار ماشي وياي أوراق وفايلي بس أريد أقول شغلة واحدة ينطيني سنوية بالرأس أنا الرأس حلبة أخثرة بس أردفتم زين أنت ما تحط لي البراد قاهي صار لهم وشارع المقوحة بالعاتية الله أنت عندكم رواتب كل واحد من عدة تلخمط المهين ومهين مليونين 3 ملايين تروحتكم تطخ بالشهر احنا ما عدنا نطبخ العونة وناكلهين بس اردفتم انتو ما شوفونا صورة حل العراقيين لو نظل كان نخرب شبهاتنا بس اذكركم سالفة واحدة هاي السنوية مالتي يريدون عليها 600,000 البارحة بالمرور والله اخوي ما عندي اخلقت الدشداش هاي والله ما حد اشتريت تبيع اجي اسوي السنوية قيت الله مال الله بزعنا تروح على البريشة ذولاك ثبتوا القبال عليك بالحدود تروح من هنا يا ولد احنا شو نصير بس اردفته احنا شو راح تصير السياره شنو راح تصفيه من طايرين وراها يا ولي الله شو تسوي ما تقول شو تسوي والله والقران ومحمد والانبياء لو اكو ديره ننهزم عليهم خلاص من العراق منهزمين من زمان وطالعين فردنا عمي شوفوا لنا صوره حال ترى عيب هذا الحكي الله كلكم تروح على الاجازه ها والقران ب 400,000 بالعراق عندنا بالرمادي والقران ب 400 يطلع لك اياها قايد جهال خصوصي عمي استحوا عيب عليكم ها وشوفوا لنا صورة حل والله ترى بزعنا وما عاد تشبودنا من هالشغلة الجايفة هاي قدي زين يعني من اروح اطلع الاجازة اطلعها مال خصوصي مال جهاك وتضحك علي ب 400,000 ها شنو راح اسوي يعني بالاجازة هاي تعطوني اياها عمي شوفوا لنا صورة حال شوفوا لنا ترى طقينا ومتنا الله يكفيكم محمد وانت على الوالد والدينا زين كل ما تروح لك على شغلة اجف من الاخرى اسالكم بالله هاي الاوراق وهاي الفايلات شنو هل عندك قطعان مهر دحج يا ربعنا دحج صور اللي جاي صور دحج هاي معاك هاي مال ضريبه هاي مال اسخام هاي مال الطاق هاي مال عزه دحج القران برقابكم محمد برقابكم وياي ترضاها الله وتروح لك على سنويه ما حد يقدرك وينطيك عمي والله 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 انت على الوالد والدين هاي شغله ترى بس بمحافظه الرمادي عدن تسالون ترضون هذا عيب الحكي هذا خاف ما تدرون تروح لك على شغله 600,000 تروح لك على جازه 500,000 عمي ما يصير والله ما يصير والله ما يصير والله ما يصير زين انها